وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو تعليم أساسيات فن صناعة الدمى بالكروشيه. فن جميل كتير، سهل كتير، ما تخافي منه أبدا، ولكن مجرد ما تعلمتي الأساسيات فيه رح تنطلقي، وأنا متأكدة رح يكون إبداع ما له حدود. أنا بحب الألوان كتير، لذلك بعشقه لهذا الفن، لأن فيه ألوان كتير، ألوانه مختلفة وجميلة كتير، ما فيه أساسيات لأي لون. أنا في أعمل الدبدوب أحمر، أخضر، أصفر، زهر بطيخي بالشكل اللي أنا بحبه، باللون اللي أنا بحبه. الأطفال بيعشقوا الألوان الزاهية، فلذلك هو فن ألوانه كتير زاهية، بيعطي سعادة كتير كبيرة، خاصة لما أنا بنتج قطعة وبعطيها لطفل أنا بحبه. سعادة هذا الطفل فيها رح تعطيني سعادة جد لا توصف، لذلك هو فن كتير كتير جميل. نبتدي بالأساسيات. أولا رح أحكي عن الخيط. الخيط المستخدم عادة بهذا الفن هو خيط القطن، في ماركة معروفة كتير أليزا كوتون كولد، هو خيط قطن سهل كتير الشغل فيه، ألوانه كتير جميلة مثل ما شايفين، ألوانه كتير متنوعة، خيطه كتير سهل في الشغل. فيكن تستخدموا أي خيط تاني أنتوا بتحبوه. هلا مثلا هون في عندي خيط أليزا بيبي بيست، كتير جميل، هو خيط أدخل من الخيط القطن مثل ما نكون لاحظين. إذا قارنت هدول الخيطين مع بعض، خيط أليزا بيبي بيست أدخن، هو كمان خيط كتير مناسب وبيعطي جمال كتير، القطعة كتير بتطلع جميلة فيه، وألوانه كمان كتير جميلة، فيكن تستخدموه. يعني الهدف من هذا الكلام انه فيكم تستخدموا اي نوع خيطان انتم بتحبوه وانتم بتفضلوه او متوفر عندكم في البدايه. اذا ما حبيتي انه تروحي تشتري خيط خصيصا لحتى تجربي، بدايه جربي باي شيء موجود عندك، المهم تكون الابره مناسبه. بالنسبه لخيط اليزا كوتون كولد، الابره المناسبه لإلها عاده اللي بستخدمها هي ابره 3.5، ابره الكروشيه 3.5، بتبتدي من 2.5 ل 3.5، 2.5 3 3.5 كتير حلوين، بتطلع القطعة كتير جميلة. كل ما كانت الأبرة أدخن كل ما بتعطي الشكة أعرض، بتعطي شكل مختلف، بتعطي القطعة أكبر حسب ما أنت بتحبي. في ناس بتحب الغرزة كتير مشدودة فبتستخدم 2.5، في ناس لا بتحب الغرزة شوية عريضة فبتستخدم بين 3 و 3.5، ما في أي إشكال. بس مثلا أليزا كوتون أليزا بيبي بيست أنا بستخدم 3.5، أكيد ما بحب الغرزة تكون كتير كتير مشدودة، فتكون الأبرة مناسبة للخيط. مثل ما قلنا أي خيط فيكم تستخدمه. هاي بالنسبة للخيط وبالنسبة للأبرة. في شيء تاني كتير أساسي أنا بستخدمه بالنسبة للخيط، اللون اللي ده غالبا المستخدم الأكثر هو لون الكريم، هذا اللون. اللون الأبيض كمان جميل بس غالبا هذا الشائع أكثر لعمل أساسيات الدمى، هذا اللون الشائع. وفي عندي اللون الأسود، هو كمان لون كتير أساسي بستخدمه في التفاصيل، أحيانا بطرز العيون، أحيانا بستخدمه للأنف، بستخدمه لبعض التفاصيل مثل الرموش، إذا ما حبيت بستخدمه بعمل الدمى. استخدامه كتير قليل يعني، بس أنه ضروري يكون موجود اللون الأسود، كتير مهم. في شيء تاني كتير أساسي وضروري يكون موجود هي دبوس العلام. دبوس العلام عندي إياه كتير أساسي وكتير ضروري، وإذا كان غير متوفر فيني استخدم خيط للعلام، فيني استخدم دبوس شعر، فيني استخدم مشبك ورق، أي شيء، المهم أنا بدي أحط علامة على آخر غرزة بشتغلها بكل دور. وقت بنهي الدور أو الدورة بدي أحط غرزة العلامة في آخر غرزة، دبوس العلامة في آخر غرزة أنا بشتغلها، كتير أساسي، لأني إذا ما حطيتها أنا رح ضيع الشغل، لأن الشغل بيكون على شكل دائري، بتم أنا بلف، ما في نهاية للدورة، ما بختمر الدورة، عشان ما تعطيني حرف للدمية. يعني وقت اللي عم بشتغل مثلا هيك، وقت اللي عم بشتغل أنا عم بشتغل بشكل دائري، عم بلف، ما في أي شيء يدلني إنه وين أنا آخر غرزة في الدور، إذا أنا ما حطيت غرزة العلامة. لو ختمت الدور رح يعطي مثلا حرف يبين أنا هذا الدور وين. هلا هيك قد ما طلعت ما في نهاية للدورة، شايفين كيف؟ فإذا ما حطيت غرزة العلامة أنا رح ضيع. هاي بالنسبة للدبوس. نبتدي بالأساسيات. الأساسيات أول شيء أساسي هي
الحلقة السحرية. دائما دمى الكروشيه بتبتدي بالحلقة السحرية. كيف بدي اعمل انا الحلقة السحرية؟ بعمل الخيط على شكل دائرة بهذا الشكل، تمام؟ عملته على شكل دائرة، ثبتته باصبعي الاثنين باصابعي بهذا الشكل، بهدول الاصبعتين، هدول الاصبعتين ثبتتهم ومسكتهم. هلا بدخل الابرة من داخل الدائرة وبسحب الخيط اول مرة وبرجع بسحبه ثاني مرة. هيك ثبتت عندي الحلقة السحرية وصارت جاهزة اني اشتغل فيها. رح ارجع عيد. عملت الخيط على شكل دائرة بهذا الشكل، ثبتته باصبعتي، دخلت الابرة من داخل الدائرة السحرية، سحبت الخيط، سحبت الخيط اول مرة ورجعت سحبت الخيط ثاني مرة بهذا الشكل. صارت عندي هلا الدائرة السحرية جاهزة اني اشتغل. رح اشتغل طبعا من هذا الطرف اللي فيه خيطين، انا رح اشتغل فوق الخيطين. بعيدها لثالث مرة، الخيط على شكل دائرة ثبته باصبعتي، الابرة من داخل الدائرة، سحبت هذا الخيط، سحبته اول مرة ورجعت سحبته ثاني مرة. صارت عندي الدائرة السحرية جاهزة لاشتغل فيها. الغرزة الأساسية بعمل دمى الكروشيه هي غرزة الحشو. دائما الدورة الأولى أو غالبا الدورة الأولى بتكون 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. كيف؟ هلا أنا هي الدائرة السحرية جاهزة إني اشتغل فيها. بدخل الأبرة من داخل الدائرة بهذا الشكل وبسحب الخيط. صار عندي هلا خيطين على الأبرة، بسحبهم مع بعض. هي أول غرزة حشو، بدي اشتغل أنا 6 غرزات. رجعت هي الدائرة، رجعت دخلت الأبرة من داخل الدائرة وسحبت الخيط. هي الخيطين سحبتهم مع بعض، هي ثاني غرزة حشو. كمل، رجعت دخلت الخيط سحبته بهذا الشكل، ثالث غرزة حشو من داخل الدائرة سحبتها، هي رابع غرزة حشو، برجع بسحب، هي خامسة، وهلأ وصلت للسادسة. صار عندي 6 غرزات حشو داخل الدائرة. لاحظي معي الغرزة، الغرزة بتكون على شكل 7. هي الغرزة الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة، والسادسة. 6 غرزات حشو. طرف الخيط القصير اللي باقي من الدائرة بدي اسحبه لحتى اسكر دائرتي. انا ما بدي فراغ هون في الوسط، تسكرت الدائرة. هلا بدي احط علامة في اخر غرزة انا اشتغلتها في هي الغرزة حتى ما ضيع. يا اما بستخدم دبوس العلام في الغرزة بهذا الشكل وبكمل شغلي، يا اما بستخدم شيء تاني. مثلا فيني استخدم خيط للعلام. هلا بورجيكم كيف. ثواني، مثلا هذا خيط، قطعة صغيرة من الخيط، راح ادخله بهذا الشكل هيك. صارت غرزة، حطيت العلامة في الغرزة الأخيرة. صرت هلأ جاهزة إني ابتدي الدور الثاني. انتهى الدور الأول اللي هو 6 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. هلأ الدور الثاني كمان غالبا بيكون بيقول بكل غرزة من غرزات الدور الأول في عنا تزايد. كيف؟ هي الغرزة الأولى،
واضحة عندي جدا على شكل 7، رح دخل الابرة فيها. بدي انتبه انه الابرة وقت تدخل تدخل من خيطين اللي هن اخذين شكل 7، بدها تمرق الابرة من تحتهم. لاحظين معي كيف دخلت الابرة من تحت الخيطين، سحبت الخيط ثواني، خيط لف معي تمام، هاي الغرزة الأولى، سحبت الخيط، هاي أول غرزة حشو، برجع من نفس الغرزة من نفس المكان اللي سحبت منه أول مرة، برجع باخذ كمان الغرزة الثانية. هيك أنا بكون شو عملت؟ عملت تزايد، هاي اسمها تزايد. بنتقل للغرزة اللي بعدها، هاي الغرزة الثانية، هاي الغرزة الثانية كمان دخلت الأبرة تحتها، استنى أنا أصفى الكاميرا، سحبت الخيط، برجع من نفس المكان تماما، برجع باخذ الغرزة الثانية كمان بهذا الشكل، كمان عملت تزايد بالغرزة الثانية. الغرزة الثالثة كمان فيها تزايد، الغرزة الرابعة كمان دخلت الأبرة من الغرزة، سحبت الخيط، هاي أول غرزة، برجع من نفس المكان تماما، بعمل تاني غرزة، هيك كمان عملت أنا تزايد تمام. صلت لهي الغرزة الخامسة، سحبت منها أول غرزة، رجعت سحبت تاني غرزة، جيت صلت لآخر غرزة اللي فيها العلامة، رح أسحب العلامة واشتغل مكانها كمان غرزتين، هي واحد هي اثنين. هلا انتهى، انا عندي الدور الثاني، الدور الثاني اشتغلت بكل غرزة من غرزات الدور الاول تزايد، انتهى عندي الدور الثاني. لو عديت هي الغرزات رح يطلعوا 12 غرزة، يعني انا بلشت بستة، بكل وحدة عملت فيها اثنين، فصار في عندي 12. ما بنسى بنقل العلامة، هي اخر غرزة انا اشتغلتها في الدور، رح دخل فيها المخرز واسحب العلامة. هيك صارت تمام، انتهى الدور الثاني. هي لما بنكون نحن عم نقول في عنا تزايد، لو قلنا في تناقص مثلا في الادوار، بنقول غرزتين حشو بعد تناقص، غرزتين حشو يعني في اول غرزة هشتغل غرزة حشو، دخلت الابرة، سحبت الخيط، اشتغلت اول غرزة حشو، رجعت دخلت الابرة، سحبت الخيط، اشتغلت تاني غرزة حشو، جيت عند الثالثة راح اشتغل اسحب، بدي اشتغل اللي بعدها تناقص، الغرزة الثالثة دخلت الابرة، سحبت الخيط، وقفت ما اشتغلت، برجع اللي بعدها كمان بدخل الابرة، بسحب الخيط، صار عندي هلا 3 خيطان على الابرة، بسحبهم مع بعض، هي اسمها غرزة تناقص. رح ارجع عيد شرحها، اشتغلت غرزات الحشو المطلوبة مني، وصلت للتناقص، جيت عند اول غرزة، دخلت الابرة، سحبت الخيط، وقفت ما كملت، رجعت تركت مكان، هي هون سحبت الخيط أول مرة، بجي على الغرزة اللي بعدها، دخل الأبرة كمان، سحبت الخيط، صار عندي 3 خيطان بسحبهم بغرزة واحدة مع بعض، هاي غرزة تناقص، برجع بكمل بعدها غرزتين حشو مثلا، هاي واحد واللي بعدها هاي الثانية، بدي أرجع أشتغل تناقص، جيت أول غرزة، سحبت الخيط، وقفت، رحت على الغرزة اللي بعدها كمان، سحبت الخيط، وقفت، اشتغل الثلاث خيطان بسحبهم مع بعض بغرزة تناقص. لما ببلش الشغل بيجمع عندي بهذا الشكل، بدي اقلبه لاني هذا هو الوجه المطلوب مني، هذا هو الوجه الخارجي للدمية تبعي تمام. هي هي الغرزات الأساسية.
لما رح يجي بيمر علينا غرزات تانية راح نحكي عنها ونذكرها. الأهم غرزة هي غرزة الحشو، نعرف شو هو التزايد ونعرف شو هو التناقص. لما بدنا نختم بنختم بغرزة منزلقة، كيف بتكون؟ أنا بدي أختم شغلي مثلا، تمام، وصلت لآخر غرزة بدي أختم، مثلا بدخل بالغرزة اللي بعدها، الغرزة التالية، سحبت الخيط من الغرزة، برجع بسحب الخيط من الخيط الموجود على الأبرة. شايفين؟ ما رجعت سحبت الخيط من، سحبت دخلت، سحبت الخيط أول مرة ورجعت كملت لتاني مرة. هاي اسمها غرزة منزلقة اللي بنختم فيها بالعادة، بعدها بقطع الخيط وبختم شغلي. هاي الأمور رح تكون واضحة معكم بالفيديوهات لقدام. شو رح يختلف شكل ألعابنا في حال نحنا غيرنا الخيط؟ مثلا عندي أنا هون نموذج، عندي نوعين من الأرانب، أنا هون هدول الأرنبين أنا اشتغلتهم، لاحظين معي؟ هدول الأرنبين أنا اشتغلتهم نفس عدد الغرز تماما تماما، بس هذا الخيط بيختلف عن هذا الخيط. هي الأرنوبة طرست لها عيونها تطريز، عملت لها أنفها تطريز، هاي الأرنب هون صار شكلها أرنوبة مع الرموش اللي مطرزة صار شكلها أرنوبة. هاد اللي هون لا، أنا استخدمت له عيون جاهزة بسموها العيون الآمنة بالنسبة للأطفال، وطرست له الأنف بس ركبت له الأنف تركيب. لقدام انتو رح تختاروا الشيء اللي بيناسبكم والأشياء اللي انتو بتحبوها. بالنسبة للعيون فينا نطرزهم وفينا نستخدم زرار، زر أسود صغير ممكن نركبه، فينا نستخدم نحنا كمان هاي العيون الآمنة كتير جميلة، تلاقوها بمحلات محلات بيع الخيطان والأدوات الهوايات. رح ورجيكم شكلها كيف بتكون. العيون هاي بتكون على شكل دبوس بهذا الشكل، مثل شكل البرغي بهذا الشكل. الكاميرا تاخذ الزوم، تمام، وبيكون في إلها قطعة تانية تنحط على الطرف الثاني هيك تتسكر. هي من تم تسكيرها هاي بتكون عند الوجه الخارجي، وهي من الداخل بتتسكر. من تسكرت ما بتعود فتحة كتير صعب، إذا ما انكسرت ما بتطلع. فيكن تركبوها أثناء العمل. بما يخص العيون، العيون مكان العيون رح نحدده أثناء العمل، بس كتير مهم أنه يكون على جانبين الأنف، ما يكونوا عاليات كتير. أنا شفت ناس عم تشتغل بس مثلا تحطوا العيون، مثلا أنا هون ماني مسبتي العيون، حطوا العيون مثلا بشكل عالي لفوق، خليه يشوف كيف رح يكون شكلهم. شايفين كيف ملامح الأرنب كلها اختلفت؟ شكل كتير كبير، بينما لما بتكون بمكان الصح شلون بتعطي جمال. هاي بما يخص النصائح الأولية. طبعا أثناء العمل بيطلع معنا كلام تاني، بيطلع معنا ملاحظات تانية، أي شيء بتحبوا فيكن تبعتولي على مجموعتنا، فيكن تقولوا شو بيلزمكن وأنا رح كون معكن أكيد، رح كون جاهزة. بتمنى يكون كل شيء صار واضح. جهزوا خيطانكن اللي بدكم تشتغلوا فيها، جهزوا أبر الكروشيه لنشتغل أول مشروع مع بعض ونطبقه مع بعض. بشوفكن ومنتظرة ملاحظاتكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد.